أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه يسعى لرسم ملامح الجمهورية الجديدة تكون ديمقراطية حديثة وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد ومشرق جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حيث قال الرئيس السيسي أنه يتطلع لأن يكون حوارا شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء توجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة. ونضع للابناء والاحفاد خارطه طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم السيدات والساده ان دعوتي للحوار الوطني التي اطلقتها في افطار الاسره المصريه تاتي من يقين راسخ لدي بان امتنا المصريه تمتلك من القدرات والامكانيات التي تتيح لها البدائل المتعدده لايجاد مسارات للتقدم في كافه المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. وان مصرنا الغاليه تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإراده العمل ما يجعلها في مقدمه الامم والدول. وان احلامنا وامالنا تفرض علينا ان نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمه سواء كما ان تعاظم التحديات التي تواجه الدوله المصريه على كافه الاصعده قد عززت من ارادتي على ضروره الحوار والذي اتطلع لان يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافه الاراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسه ومدروسه تجاه كافه القضايا على جميع المستويات